العشق الذي هو قربة وطاعة، فهذا العشق الرجل لزوجه لأهله الذي شأنه معهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الذي يوجد بين الزوجين من محبة وألفة واقتراب القلوب وعمق المحبة بينهم، هذا داخل في أبواب الطاعات، لأن هذا الذي يكون بينهم يترتب عليه مصالح عظيمة جدا، جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها. فما كان من هذا النوع من العشق، عشق الرجل لامرأته أو عشقه لجاريته التي له بملك اليمين، فهذا عشق نافع، عشق نافع، لأنه يترتب عليه منافع كثيرة. ولهذا قال المصنف: فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح. هذه فائدة. والأخرى أن فيه كف للبصر والقلب عن التطلع إلى غيره، لأن هذا يعين على تحقق العفة والعفاف وغض البصر. كل ما كان عشق الرجل لزوجته وميله لها، كل ما كان ذلك أعون له على طاعة غض البصر، طاعة العفاف، طاعة البعد عن التطلع، تطلع القلب للأمر المحرم. فالحاصل أن هذا النوع من العشق يحسن بصاحبه أن ينميه وأن يبتعد عن الأمور التي تضعفه، وأن يبتعد عن الأمور التي تضعفه وتوهيه، لما فيه من المصالح العظيمة والمنافع العديدة.